يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الغافلين والضالين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها في هذه الأيام لأقيم بها الحد على أمة الإسلام، حاشا لله، لا أقدمها جلدا للأمة أو رجما لها، بل أقدمها نصحا للأمة وحبا لها وإشفاقا لأجلها. أحدث بها أمتي حديث الروح للروح، وأخاطب بها أمتي خطاب القلب للقلب، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. فجسد الأمة جسد حي يتعرض لما يتعرض له جسد الفرض من العلل والأمراض. ولا شك ولا ريب أن أمتنا الحبيبة قد أصيبت بعلل خطيرة وأمراض كثيرة، وقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان لتشخيص الداء وتحديد الدواء وطلب الشفاء من رب الأرض والسماء. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء، وبين أيدينا كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه فظل في ضنكه وشقائه. ونحن الليل على موعد مع مرض خطير. نعم، إنه مرض خطير،
إنه مرض الغفلة. أليس عجيبا أن تبتلى أمة التوحيد بهذا المرض؟ إلا من رحم الله جل وعلا من أفراد مرض الغفلة، الغفلة عن الغاية التي من أجلها خلقت هذه الأمة، الغفلة عن الغاية التي من أجلها خلقت هذه الأمة وابتعثت ووجدت، بل الغفلة عن الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. مرض خطير حول الهزل في حياة الأمة إلى جد، يكاد القلب ينزف حين ترى شركات كبيرة بأكملها يتوقف فيها العمل من أجل مباراة، من أجل لعب، من أجل لهو. استطاع الأعداء، وأقول ذلك لا أقول ذلك انطلاقا من المؤامرة كما يردد البعض، بل هو واقع، بل هو واقع. استطاع أعداء الأمة بالفعل أن يحولوا اللهو والهزل في حياة الأمة إلى جد، بل إلى بطولات. أمة حرمت من البطولات منذ أمد بعيد، فتحول الهزل في حياتها إلى رمز للبطولة. تسمع من التعليقات ومن الكلمات، من كلمات الانتصار ومن كلمات تحقيق البطولات هنا وهناك وهنالك، ما يدمي القلب، لدرجة أنك لو طرحت هذا الطرح الآن ربما تؤخذ على طرحك هذا بالنواصي والأقدام، ربما ينكر عليك أن تقول كيف تتعطل شركة من شركاتنا، وكيف يتوقف مصنع من مصانعنا، وكيف يتعطل إنتاج من إنتاج الأمة لساعات طويلة من أجل أن تتضافر الجهود وأن تجتمع الملايين على مشاهدة مباراة أو فيلم من الأفلام أو مسرحية من المسرحيات أو مسلسل من المسلسلات أو برنامج من البرامج اللاهية. قد ينكر عليك أن تطرح مثل هذا الطرح الآن، وربما تتهم بالجمود، وتتهم بالتخلف، وتتهم بالرجعية والتأخر. فليتعطل الإنتاج، فلتتوقف المصانع، فلتتوقف الشركات، لكن فليرفع للهو راية، فليرفع للهزل راية. أمر يدمي القلب. أمة خلقت من أجل أن تغير معالم الأرض بالتوحيد، بالإيمان، بالأخلاق، بالسلوك. أمة ابتعثها الله تبارك وتعالى لأشرف غاية ولأعظم غاية، لتخرج هذه الأمة بهذا النور وبهذا الدين، لتخرج العبادة في الأرض من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فتنشغل الأمة باللهو وباللعب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، مرض خطير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس،
لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من دول؟ من هؤلاء الذين هم أضل عند الله جل وعلا من الأنعام؟ أنا لا أقول هذا من عند نفسي أيها الأكارم الأفاضل. من هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون. اقرأ معي الآية تاني وتدبر معي، والد الغالي وأخي الحبيب وأم الفاضلة وأختي الغالية، تدبروا قول الله جل وعلا: يا أمة التوحيد، يا أمة الإيمان، يا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تدبروا قول الله: ولقد ذرأنا لجهنم، هذا كلام ربنا جل وتعالى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفلة مروعة، الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، لكن قل من ينتبه، قل من يفيق، قل من يذكر فيتذكر. مرض عضال أصيب به كثير من أفراد الأمة. أنا لا أخاطب أحبابنا في مصر وحدها حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، بل أن أخاطب المسلمين في أنحاء الأرض من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الغفلة عن الغاية أخطر مظاهر الغفلة، أن تغفل عن الغاية التي من أجلها خلقت، وعن الوظيفة التي من أجلها ابتعثت. يجسد هذه الغفلة المرة أحدهم فيقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يدري له ربا، لا يدري من خالقه، لا يدري أين المصير، إلى الجنة أم إلى السعير، لا يدري لماذا خلق ولماذا وجد ولماذا ابتعث. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيتها الأمة، يا أمة التوحيد، ما خلقت إلا لهذه الغاية، ووالله ثم والله ما كرمت إلا بتحقيق هذه الغاية، وما هنت على الله ثم على أمم الأرض إلا يوم أن ابتعدت كثيرا عن هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويدم القلب أن تتحول الوسائل إلى غايات، وأن تحول الغاية إلى وسيلة، هذا حتى إن تحولت إلى وسيلة، بل ربما يتغافل تماما عن هذه الغاية ونتجاهل هذه الغاية. ما خلقت أيها المسلم إلا من أجل هذه الغاية، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالألوهية، بالتوحيد. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو أنت حضرتك متصور أن الغاية دي والعبادة دي التي خلقت من أجلها هي الصلاة فقط؟ هي الصيام فقط؟ هي العمرة في رمضان أو في غيره فقط؟ هي الحج فقط؟ لا لا،
هذا من الغاية من العبادة. أما العبادة التي خلقت الأمة من أجلها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة: التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وابن السبيل والدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمرة في رمضان وفي غيره وحج بيت الله الحرام والإخلاص والخشية والإنابة والتوكل والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف واليقين والتفويض والإيمان والإحسان والحب والبغض والولاء والبراء والإعطاء والمنع. كل هذا وغير هذا من العبادة التي خلقت من أجلها والتي غفلت عنها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كل هذا من العبادة. فالعبادة يا أمة التوحيد ليست أمرا على هامش الطريق وليست أمرا على هامش الحياة، بل هي الوظيفة التي بعث الله بها كل الرسل والأنبياء ليذكر كل رسول وكل نبي أمته وقومه بهذه الغاية. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. أن اعبدوا الله أول صيحة لكل رسالة، أول صيحة لكل نبوة. قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا جل وتعالى: وما أرسلنا من قبلك، أي من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الغفلة عن الغاية أمر خطير. والله الذي لا إله غيره ما كرمت الأمة إلا يوم أن حققت هذه الغاية، وما أهينت الأمة إلا يوم أن ابتعدت كثيرا عن هذه الغاية. فأنا أقول دوما، وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، أقول دوما: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. التوحيد وتحقيق هذه الغاية هي الأصل الأول، هذا هو الأصل الأول، وهذه الغاية التي يجب أن تعيش الأمة لها الآن. كل شيء بعد ذلك وسيلة من أجل هذه الغاية. إقامة الدولة في دين الله وفي الإسلام وسيلة لهذه الغاية. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام وسيلة لهذه الغاية. وبدون تحقيق هذه الغاية لا قيمة لأي شيء، وأي جهد يبذل بعيدا عن تحقيق هذه الغاية إنما هو جهد ضائع. فالخطوة الأولى على طريق العزة والنصرة والتمكين والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة هي أن نحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، بل والتي من أجلها خلق السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب كل الكتب وأرسل الرسل كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الغفلة عن الغاية.
ومن مظاهر هذه الغفلة وأعراضها الاستخفاف بأوامر الله ورسوله. هل رأيت أبشع من ذلك؟ أن تستخف الأمة إلا من رحم الله جل وعلا بأمر الله سبحانه وبأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لا تتعجل علي. انظر إلى الواقع، انظر إلى الواقع. فأنا لا أتهم الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله بغير حق، ولا أريد أن أقول ولا أريد أن أقيم الحد على الأمة كما أقول، إنما هي نصيحة محب، نصيحة مشفق وجل على واقع الأمة، استخفاف واضح بأوامر الله سبحانه وتعالى وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابتعاد واضح عن شرع الله جل وعلا في الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، في أقوالنا، في أفعالنا، في أحوالنا، في سياساتنا، في اقتصادنا، في إعلامنا، في ملابسنا وملابس أولادنا ونسائنا، في طريقة تفكيرنا، في هويتنا، في عقيدتنا، في عبادتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في سلوكياتنا، حتى في شواطئ بحارنا، في كل شيء. تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور حياتنا مقام إسلام، مقام إسلام. وعدم وجود الحرج في الصدر لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم الكامل المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما أيسر الزعم وما أرخص الكلمات وما أسهل التنظير. أين الامتثال لأمر الكبير المتعال في واقع الأمة؟ وأين الامتثال لأوامر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم في واقع الأمة؟ هل لو امتثلت الأمة أمر الله وأمر رسوله كان حالها بهذا الواقع الأليم الذي يدمي قلب كل مسلم غيور؟ تأخرت الأمة وصارت وراء الركب ببعيد، وأصبحت تتأرجح في سيرها ولا تعرف طريقها، وأصبحت تتسول على موائد الآخرين في شتى أنواع العلم والمعرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعطلت فيها طاقات هائلة جبارة، طاقات علمية وطاقات عملية وطاقات عددية وطاقات اقتصادية وطاقات إعلامية وطاقات ثقافية إلى غير ذلك من الطاقات الهائلة والجبارة في الأمة. استخفاف واضح بأوامر الله سبحانه وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حد أن كثيرا من أفراد الأمة قد نسي ربه جل وعلا. نعم، فأنساهم الله سبحانه وتعالى أنفسهم، والجزاء من جنس العمل. انظر إلى الملايين وبدون مبالغة
الذين انحرفوا عن الله سبحانه وانحرفوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة، في العبادة، في التشريع، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك، في التجارة، في البيع، في الشراء، في الكلمات، واقع أليم لا ينبغي أن نتجاهله، وإنما يجب كما ذكرت أن نشخص الداء بدقة وأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة. قال الله سبحانه: نسوا الله فنسيهم. يا الله، أنا أتصور أن هذه الآلة خصت كل الأمراض، أتصور أن هذه الآية جمعت ولخصت كل الأمراض. نسوا الله فنسيهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما بتسمعش يقول لك فلان نسي نفسه، نسي نفسه، نسي ربه جل وعلا فأنساه الله نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر بالله لا يتذكر، يذكر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتذكر. خلاص ليه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر بالتقوى متكرر ومتأكد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وتدبر معي قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. فين؟ إلى الدنيا تاني. أيوة ليه؟ نعمل صالحة، إنا موقنون. بعد إيه؟ بعد إيه؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها، يعني لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة، لأنها جاءت في وقت لا تقبل فيه الندامة ولا تقبل فيه التوبة ولا تنفع فيه الأوبة والعودة. تدبر معي قول الله جل جلاله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا، خلي بالك بما نسيتم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إعراض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، غفلة عن الأمر، غفلة عن النهي، غفلة عن حدود الله تبارك وتعالى بصورة مؤلمة لا ينكرها متابع لواقع الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ثم والله ما رحم الله الأمة إلا بامتثالها للأمر والنهي، إلا بتحقيقها للطاعة. ما رحمت الأمة إلا بهذا المنهج، بمنهج السمع والطاعة لله سبحانه وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حين نزل قول الله تعالى:
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية في أواخر سورة البقرة شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق كالصلاة والصيام والجهاد وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ما نقدرش على دي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى بركة السمع عن الله وعن رسوله وإلى بركة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله جل وعلا ليكرم هؤلاء الأطهار وليثبت طاعة هؤلاء الأخيار واستسلامهم للعزيز الغفار واتباعهم للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. نزل قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخ الله جل وعلا الآية الأولى بهذه الآية الأخيرة في سورة البقرة بقول الله جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله جل وعلا قد فعلت. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله جل وعلا قد فعلت. وفي لفظ قال الله جل وعلا نعم. استجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة ورحمها وخفف عنها ببركة هذا المنهج المبارك ببركة السمع والطاعة لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولن ترحم الأمة من جديد إلا إذا حولت هذا المنهج من جديد في حياتها كلها في جانب الاعتقاد وفي جانب التعبد وفي جانب الأخلاق وفي جانب السلوكيات وفي جانب العمل والإنتاج والعطاء. إلا إذا حولت هذا المنهج في حياتها كلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وإخلاصا واتباعا وصدقا وعملا وبذلا وإنتاجا وعطاء إلى غير ذلك. مظهر خطير من مظاهر الغفلة الاستخفاف بأوامر الله جل وعلا والاستخفاف بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن شرع الله جل وعلا. وأرجو من أولئك الذين يختزلون شريعة الله جل وعلا وشرع الله جل وعلا في الحدود أن يرجعوا إلى الحق وإلى الإنصاف. حين ندعو الناس إلى العودة إلى شرع الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حين ندعو الأمة كلها إلى أن تعود من جديد إلى شرع الله جل وعلا وإلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله فإنما ندعوها لتكون أهلا لرحمة الله حتى لا يحبط أي عمل لها عند الله جل وعلا. لأن مجرد رفع الصوت على المصطفى يحبط العمل. فكيف إذا قدمت الأمة أقوال الخلق وأحكام الخلق وقوانين الخلق
على أحكام الخالق وشريعة الخالق جل وعلا، وعلى أحكام رسول الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مجرد رفع الصوت على المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبط العمل كله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، مجرد رفع الصوت على المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبط العمل؟ أيوة. فكيف إذا قدمنا آراءنا وأقوالنا وأحكامنا وقوانيننا وأوضاعنا على حكم الله ورسوله، على منهج الله ورسوله، على شرع الله ورسوله، كيف يكون الحال وما هي النتيجة؟ ورفع الصوت على الحبيب يحبط العمل كله. فكيف إذا قدمنا ما نشتهي وما نريد وما نراه صالحا لأنفسنا بعيدا عن حكم الله ورسوله؟ ما هي النتيجة؟ ما نراه الآن من ضعف وذل وهوان واستخفاف أمم الأرض بنا، محال أن يمكن الله لأمة ابتعدت عن منهجه وشريعته، محال. قد يقول قائل: يا أخي، أنت تدعو الآن الأمة إلى العودة إلى شرع الله المحكم من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة. والجواب نعم، فأين هي السعادة وشرع الله الذي تدعون الأمة إليه بين أيديكم؟ نعم موجود، لكن الأمة ابتعدت عنه، ويوم أن أخذت الأمة به وامتثلت الأمة الأمر واجتنبت النهي وقفت عند الحد، تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. اقرأوا التاريخ، في أقل من 50 عاما رفرفت راية التوحيد على أكثر من 1/3 الأرض بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل هؤلاء الصادقين الأطهار الذين امتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا، وراحوا ليبلغوا أهل الأرض هذا الحق بحق. تغيرت معالم الأرض وتغير مفهوم الحضارة في الأرض بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الأطهار الذين كانوا لا يذكرون قبل هذا الشرع وقبل هذا الدين، كانوا لا يذكرون في أرض الجزيرة. أخي الحبيب، ماذا كنت تعرف عن أبي بكر؟ ما الذي كنت تعرفه عن عمر بن الخطاب، عن خالد بن الوليد، عن عثمان بن عفان، عن علي بن أبي طالب، عن سعد بن أبي وقاص، عن عبد الله بن مسعود، عن زيد بن ثابت، عن محمد بن مسلمة، عن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الذين غيروا معالم الأرض وغيروا معالم الكون وقدموا مفهوما جديدا للحضارة؟ ماذا كنت تعرف عن هؤلاء قبل هذا الدين؟ لا شيء. ما رفعوا إلا بهذا الشرع وإلا بهذا الدين وإلا بهذا الإسلام العظيم. وآن الأوان أن تعود الأمة من جديد إلى شرع ربها تبارك وتعالى، وعلى أساتذتنا وأدبائنا وكتابنا وصحفيينا أن يعودوا إلى الحق في أن الشريعة التي ندعو الأمة إليها لا تختزل في الحدود. ما الحدود؟ الحدود فرع من المعاملات، والمعاملات فرع من فروع هذا الدين، قسم من أقسام هذا الدين. وليس من الإنصاف ولا من العدل أن تختزل الشريعة كلها في الحدود، لأننا حين ندعو الأمة إلى العودة إلى شرع الله تبارك وتعالى ندعو الأمة حكاما وعلماء ورجالا ونساء وصبيانا وأطفالا، ندعو الأمة إلى العودة إلى أصل العز ونبع الكرامة والشرف إلى شرع الله المحكم، لتمتثل الأمر ولتجتنب النهي ولتقف عند الحد لتسعد في الدنيا والآخرة. حين ندعو الأمة إلى العودة إلى شرع الله المحكم، قد يظن بعض أساتذتنا وأدبائنا وكتابنا أننا ندعو إلى قطع اليد، الجلد، الرجم وفقط،
وهذه هي الشريعة في نظر هؤلاء الذين يدعون الأمة إلى العودة إلى الشريعة. أقول هذا إجحاف وظلم للحق وتجاوز للعدل وابتعاد عن التجرد. الحدود جزء من المعاملات، والمعاملات جزء من هذا الدين، وينبغي أن نعود إلى الشرع المحكم بشموله وكماله بصفائه ونقائه. لا ينبغي أن نختزل الدين في الحدود. وأنا لو أنكر أن الحدود من دين الله جل وعلا وأعتز بذلك ونفخر نحن الموحدين بذلك، لأن الذي شرع هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانظروا انظروا إلى أعداد من أقيم عليهم الحد في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، وانظروا إلى من يقتل الآن بالآلاف، بل لا أبالغ بعشرات الآلاف في عالمنا المتحضر الذي يقود الدفة فيه الغرب، الذي قاد حين غفلت الأمة، حين غفلت أمة القيادة. انظروا إلى النتائج المؤلمة، إلى الدماء التي تسفح كل لحظة، لا أقول كل ساعة، كل لحظة في أنحاء الأرض، إلى الأشلاء التي تمزق في كل لحظة. انظروا إلى النتائج وإلى الواقع، وينبغي أن ننظر نظرة عدل وإنصاف. فالحدود أنا لا أستحي من أن أعلن أنها من دين الله جل وعلا، لكنني فقط أقول نريد قليلا من العدل، نريد قليلا من الإنصاف، نريد أن تعود الأمة إلى شرع الله المحكم بكماله وشموله، وأن تبتعد عن هذه الغفلة المؤلمة الخطيرة التي أقعدتها عن التقدم والرقي وعن المكانة التي أرادها لها الرب العلي واختارها لها الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله ثم والله لا كرامة ولا مكانة ولا سيادة ولا سعادة في الدنيا والآخرة لهذه الأمة الميمونة إلا إذا عادت من جديد إلى شرع الله العزيز الحميد، وامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم من مظاهر هذا المرض الخطير التهالك على الدنيا والغفلة عن الآخرة، التهالك على الدنيا والغفلة عن الآخرة من أخطر مظاهر الغفلة. أن ترى كثيرا من أفراد الأمة قد انهمك في هذه الدنيا ونسي الآخرة تماما، الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، ومع ذلك هم في غفلة. يا الله، هل تتصور معي رجلا مسلما يمشي في جنازة يرى الموت بعينه ويرى الميت محمولا على الأعناق، ومع ذلك في هذه اللحظات هو في غفلة عن رب الأرض والسماوات، هو في غفلة عن الآخرة. أنا أسألك بالله، متى تذكر الله جل وعلا ومتى تذكر الآخرة إن لم تذكر الله جل وعلا وتتذكر الآخرة في هذه اللحظة؟ بل وأنت تحمل الموت على عنقك وعلى كتفك، ربما يكون حاملا للميت، ومع ذلك منشغل عن الآخرة، منشغل عن الله جل وعلا، لا يفكر في حقيقة دنياه ولا في الغاية التي من أجلها خلق ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في واقع أمته المر الأليم، هو في غفلة. متى سيتذكر إن لم يتذكر الآن، إن لم يتعظ بالموت الذي يراه بعينه؟ فمتى سيتعظ؟ متى سيسمع عن الله جل وعلا؟ ومتى سيسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدبر معي قول الله:
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا الله، إيه ده؟ ظللتم في لهو وفي غفلة وفي إعراض ولم تنتبهوا إلا بعد زيارتكم للمقابر. خلي بالك، مش المراد الزيارة المقابر إن أنت وأنت حي في الدنيا بتزور المقابر، لا، المراد لن تنتبه إلا إذا زرت القبر ميتا ميتا. وهنا لطيفة رقيقة جميلة، سمى الله جل وعلا الموت زيارة لأن الميت زائر، بمعنى أنه سيعود حتما، وإن طالت مدة الزيارة سيعود إلى أين؟ إلى داره الحقيقية، إما إلى جنة وإما إلى نار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ظللتم في لهو وفي عبث وفي غفلة وفي انشغال عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وظللتم في إعراض وفي غفلة عن الآخرة، ذكرتم بالله فلم تتذكروا، وقرئ عليكم القرآن فلم تتأثروا، وذكرتم بكلام رسول الله فلم تتحرك قلوبكم ولا جوارحكم ولا أبدانكم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى فوجئتم بأنكم قد انتقلتم من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن معسكر الأحياء إلى معسكر الموتى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. غفلة، تهالك على الدنيا وغفلة عن الآخرة، واقع نحياه ونعيشه كثير ممن ينقضي عمره كله دون أن يركع لله جل وعلا ركعة، دون أن تبكي عينه من خشية الله، دون أن يتحرك قلبه إجلالا لربه ومولاه. كثيرون يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها وهم لا يعرفون شيئا عن الله جل وعلا، وهم لا يعرفون شيئا عن دين الله جل وعلا، وربما يحصلوا أرقى الشهادات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يا الله يا الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قد يكون عالما في فرع من فروع العلم الدنيوي، وأنا لا أقلل من شأن هذا العلم أبدا، وسأقف معه وقفة كاملة في حلقة كاملة بإذن الله جل وعلا. قد يكون عالما في باب من أبواب العلم، لكنه في غفلة عن الله، في غفلة عن رسول الله، في غفلة عن الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون، لا تذكروا لقاء الله جل وعلا، نسي الله سبحانه فأنساه الله نفسه، أرحام تدفع وأرض تبلع، يأكل ويتمتع ولا يفكر في الآخرة وفي ساعة سأقف فيها بين يدي الله جل وعلا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التهالك على الدنيا، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الدنيا حلوة خضرة. يا الله، إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا هتشغلك، ستشغلك دنياك، ويرجع آخر النهار إلى زوجتي في البيت: والله طول اليوم ما قعدت، والله ما فضيت أصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله،
والله ما فضيت أصلي. شوف الانشغال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة من أكبر المصائب. من أجل ماذا؟ أنا لا أقول لا تعمل، لا، اعمل وعمر واجتهد واكدح وكن نموذجا للمسلم الصادق المتقن، لكن إياك أن تغفل عن الآخرة. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اسمع الحديث ثاني، حديث جميل قوي، حديث في غاية الروعة لمن انتفع به. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: والله ما الفقر أخشى عليكم. ياه، معقول؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ده تاني، ده كلام الصادق، كلام المربي والمعلم والقدوة والأسوة، يقول والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقسم بأبي وأمي: والله ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم من الفقر، لا أخشى عليكم من الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. خلي بالك، كم من مغتر بنعم الله التي تتوالى عليه تترى، وهو يعتقد في نفسه أن الله ما أنعم عليه بهذه النعم إلا لأنه أهل عند الله لهذه النعم. يقول لك: والله لو أنا من قريب من ربنا ما كان أنعم عليه بالنعم دي، ولا كان أعطاني هذا النعيم الذي أنا فيه. لا، خلي بالك، كم من مستدرج بنعم الله وهو لا يدري أنه مستدرج ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه في فتنة وأنه في محنة شديدة. أنت نسيت قارون ولا إيه؟ قارون؟ تنسيت قارون؟ أنسيت قارونا الذي أعطاه الله جل وعلا من الكنوز ما عجز العصبة من أولي القوة على حمل مفاتيحه، ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ نسي ربه سبحانه وتعالى، وقال كما يقول كثير من إخواننا اليوم: إذا ذكر بالله وبنعم الله بفضل الله، فن الإدارة. ده هنا دماغ بيفكر، ماشي يا عم جميل، أنا لا أقلل من فن الإدارة لا إطلاقا، أنا أدعوك إلى الإبداع وإلى دراسات الجدوى وإلى التخطيط وإلى التنظيم وإلى العمل وإلى الاستفادة من خبرات العالم، حتى من خبرات غير المسلم أدعوك إلى ذلك، لكن إياك أن تنسى فضل الله عليك، وأن تنسى أن ما أنت فيه من نعم إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليك. فقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، خلي بالك، كلا، ليس كل من أنعم الله عليه يكون قد رضي عنه، وليس كل من ضيق الله عليه يكون قد سخط الله عليه. لا، كلا، لقد أنعم الله على قارون وخسف به وبداره الأرض. وهناك من الأصحاب الأطهار الأخيار الأبرار من عاشوا فقراء وماتوا وهم فقراء بمفهوم الدنيا، لكنهم
عند الله أغنياء بالإيمان والرضا واليقين والصبر والإيمان والإحسان. قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفقر ليس عيبا إطلاقا، المهم أن تعيش بالحلال وأن تلقى الكبير المتعال وأنت على الطهر والحلال. اللهم اختم لي ولكم بالإيمان. ليس كل من أنعم الله عليه يكون قد رضي عنه، لا، اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إن إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب أي من النعم والعبد مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليملي للظالم، ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري. خلي بالك، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أنا لا أريد أن أقول بأنه ينبغي أن نخرج من هذه الدنيا، أبدا أبدا. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. عمر حبيبي في الله، ويجب عليك أن تبدع وأن تبذل. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أو إلا كتبت له به صدقة، والحديث في الصحيحين. فالدنيا مزرعة للآخرة، والليل والنهار آيتان من آيات الله، وأرض الدنيا أرض الدنيا إنما هي آية أخرى وآية لهم. الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا الآية، فالأرض آية والليل آية والنهار آية، ونعم الله في هذه الدنيا آيات تستحق التدبر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآيات لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات يجب علينا أن نتدبرها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم أيها الأفاضل، نعم أيها الأفاضل، تذكروا وصية رسول الله لابن عمر كما في صحيح البخاري وغيره، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كفاك غفلة، لا تسوف، بكرة هصلي، بكرة هبعد عن الربا، بكرة هبعد عن الرشوة، بكرة هبعد عن الحرام، بكرة هبعد عن الزنا، بكرة هترك شرب الخمر، بكرة سأحسن إلى والدي، بكرة سوف أحسن إلى جيراني،
غدا سوف أتم عملي، غدا سوف أفعل، سوف. لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. يا أمة التوحيد لا تسوفي، عودي إلى الله جل وعلا، عودي إلى الله، كفانا غفلة، عودي إلى الغاية التي من أجلها خلقت، عودي إلى امتثال الأمر، إلى اجتناب النهي، إلى الوقوف عند الحد، عودي إلى الله سبحانه وتعالى. فما من ليلة تمر علينا إلا وربنا جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. كفاك غفلة، يا ندما على غفلتك أين أثر ندمك؟ يا نادما على غفلتك أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ وحسرتا إن ذكرت الليلة بالعودة إلى الله وما أجبت، وحسرتا إن ذكرت الليلة بالعودة إلى الله وما أجبت، وأسفا إن نبهت الليلة لغفلتك وما أنبت. هيا من الآن قبل أن تطلب الرجعة حيث لا رجعة، الغافل بينه وبين الله، بينه وبين الله مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بذكره وإلا بالتوبة إليه والأوبة إليه والعودة إلى دينه والعودة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوقظ الأمة من رقدتها ومن غفلتها، وأن يردها إلى ربها ردا جميلا، وإلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا جميعا من غفلاتنا، وأسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يردنا إليه رد الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.